شفنا كلنا انه علاش خيرنا اليوم باش نجاوبوا، لان شفنا انه حمله التشويه هذه وحمله الافتراءات والادعاءات الباطله وصلتنا لاحداث تؤسف، احداث خلت تونس اليوم مقصيه من المشاركه في كل المنتديات الديمقراطيه. تونس مهد الديمقراطيه، تونس العزه، تونس الكرامه، تونس الحريه، تونس الديمقراطيه، تونس الاختلاف اللي معناها ان نديره بيننا فقط بالحوار. تونس مقصيه اليوم بتلك الخطابات، من خطابات الكراهيه، خطابات التمييز، خطابات العنصريه ضد فئه من التوانسه لمحاولات اقصائهم من المشهد السياسي ومن العمليه الديمقراطيه.